ومع الإعلان عن انطلاق معركة تحرير الحديدة، يحبس اليمنيون أنفاسهم بانتظار انتصار حاسم هناك، يتوج الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات المقاومة بقيادة وإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تحتشد قوات عسكرية برية وبحرية وجوية، حيث بدأ الزحف الفعلي على المديريات الواقعة على الطريق إلى عمق مدينة الحديدة. نبحث في هذه التطورات العسكرية مع ضيفي من القاهرة. نرحب بالكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي، ونرحب أيضا بالخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد جميل المعمري. أهلا وسهلا بضيفي. سأبدأ معك أستاذ عبد الملك اليوسفي. تابعنا الاستعدادات الأسبوع الماضي التي انتهت، كانت كاملة لانطلاق عملية الحديدة، وفعلا كل يوم نسمع عن تحرير نقطة جديدة. الآن أن الرعد الأحمر عملية برمائية جوية معقدة وجريئة جدا هنا لاستهداف أيضا مركز قيادة وتنسيق حوثي. كيف تسير العمليات هنا، وهل السير على الساحل تماما على الساحل عملية ممكن أن تكون بسرعة أم لها مخاطر؟ مرحبا بك أستاذ يوسف وبالمشاهدين الكرام. بداية أود أن أؤكد أنه الأحداث منذ انطلاق الحرب في اليمن عودتنا أن التحالف العربي إذا قال فعل، وبالتالي نثق 100% في أن التحالف العربي بعد إطلاق عملية تحرير الحديدة سيحرر الحديدة. دعني أنقل للمشاهد الكريم بعض المعلومات الطبوغرافية حتى تتضح مسارات المعركة والمفاجآت الكبيرة التي صنعها التحالف خلال اليومين المنصرمين. بالأمس حررت القوات المسلحة الإماراتية مع القوات المقاومة الوطنية والتشكيلات المختلفة من المقاومة التهامية والمقاومة الجنوبية، القوات المسلحة اليمنية عموما قامت بتحرير ميناء الحيمة، واليوم قامت بتحرير منطقة الفازة. أنا أعتبر كقراءة عسكرية لهذه التصرفين اليوم وأمس هي عبارة عن تحرير لمديرية زبيد، والذي يعرف طبوغرافيا المكان يجد أنه هنالك طريق واصل ما بين مديرية الحيمة بمفرق المغرس، اسمه مفرق المغرس، وأيضا الفازة أيضا تلتقي بطريق مزفلت يتجه إلى مفرق المغرس. مفرق المغرس هذا هو هنالك لا يزيد عن 10 كيلومتر بين مفرق المغرس ومدينة زبيد، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك أيضا في طبوغرافيا المكان أمر مهم، وهي هجين من المناطق الزراعية التي الغابات النخيل بالقرب من مديرية الحيمة، الطريق الواصل من الفازة إلى المغرس. إلا أن هنالك في الطريق الآخر الغير مزفلت أو الغير معبد هنالك كثبان رملية كثيرة، وبالتالي أعتقد أنه هنالك عنصر مفاجأة لا أستطيع ذكره الآن في الوقت الحالي، لكن سنشاهده خلال اليومين الثلاثة القادمة. اسمح لي، سيكون هناك فخ ومصيدة كبيرة لقوات الحوثيين في تلك المنطقة. سيد عبد الملك، اسمح لي أن نسأل سيد العميد جميل المعمري. هنا في عملية الفازة يعني الحديث يتم عن عملية برمائية، يعني إسناد بحري وجوي، هل من السهل القيام بمثل هذه العمليات التي يعني يشارك فيها أكثر من فصيل بأكثر من خبرة وتخصص؟ يعني عندما نتحدث عن عملية برمائية ما المقصود هنا؟ المقصود هنا عملية الإنزال البحري الذي تم في منطقة الفازة، والذي شاركت فيه القوات البحرية مع القوات البرية. طبعا العملية كانت عملية ناجحة، استطاعت من خلالها السيطرة بشكل سريع على منطقة الفازة وتحريرها ودحر كل عناصر الحوثي، سواء بين أسيرنا أو قتيل أو منهم من هرب. العملية هذه تعتبر كعملية التفاف أو عملية انقضاض سريع تم من خلالها السيطرة، وأنا أعتقد من منظوري العسكري أنه سيكون الآن عملية الالتفاف بشكل أسرع باتجاه شرقا باتجاه وصولا إلى مدينة زبيد، لأن كون مدينة الفازة تربطها طريق أسفلتي كما تحدث الأخ عبد الرحمن أو الأخ عبد الملك، هناك خط أسفلتي يربط بين مدينة أو من أو منطقة الفازة بمدينة زبيد. إن وصلت القوات العسكرية الآن باتجاه شرق
إلى مدينة زبيد، فسيكون هناك نفس العمل يعني عملية الكماشة التي تم تنفيذها في منطقة الوازعية. طيب. أي عملية التفاف من الخلف للقوات المتقدمة في منطقة الجراحي، وأعتقد سيكون عملية التطهير بشكل سهل جدا، أو سيكون هناك عملية استسلام. هذا ما أريد أن أتحدث عنه. للأسف وقتنا محدود بسبب المؤتمر الصحفي الذي نقلناه قبل قليل، لذلك أحاول أن أحصل على أكبر قدر من الإجابات بسرعة. سيد عبد الملك اليوسفي، هنا أريد أن أسألك، في تصريحات مسؤولي التحالف العربي لدعم الشرعية في تكرار الجملة هروب الحوثيين، حالة من الهلع، ترك السلاح، بيع السلاح، كيف يمكن وصف حالة المقاتلين الحوثيين في تلك المنطقة خصوصا في الساحل الغربي؟ أستاذ يوسف، هناك توصيف عسكري لهذه الحالة تسمى بالانهيار. جميع ملامح الانهيار تتجلى في الحوثيين. شاهدنا اليومين المصرمين تسريبات من كاميرات الإعلام الحربي بعد أن أسرتها قوات حراس الجمهورية، ونشرت قناة اليمن اليوم كثير من تلك المقاطع عن حالات الانهيار وحالات الانهزام المعنوي الكبير، الانهيار المادي أيضا نتيجة القدرة على عدم مقاومة الضغط الحاصل من القوات المسلحة اليمنية والطوفان البشري والمعدات وعنصر المباغتة. وبالتالي نعتقد أنهم الآن هم في أضعف حالاتهم. لذلك أنا دعنا أقول شيء، قيادة القوات المسلحة اليمنية والقوات والاتحالف العربي، أنه الآن الحوثيين انهارون بشكل كبير، وأي لا تسمعوا لصوت أحد لا من الداخل ولا من خارج، لا تلتفتوا إلى المخذلين الذين يشتغلون مع قطر ويطعنوننا من الخلف، ولا تلفتوا لأي نصائح أممية بالنسبة للحديدة. الحديدة طريق معبد والعملية قائمة. طيب. وستحرر بعز عزيز أو بذل ذليل. دعني أضيف إضافة مهمة أستاذ يوسف. نعم، باختصار، إنه هنالك منطقة أخرى ستسمعنا عنها قريبا، هي المشرعي ومديرية الطائف التي تقع على الساحل بين التحيتة والحديدة، كما هنالك منطقة أخرى ستسمعون عنها قريبا اسمها الدريهمي. هنالك طريق آخر من المشرعي بتتجه إلى اتجاه الحسينية، أعتقد هناك ستسمعون مفاجآت. أنا لا أستطيع أن أدخل. طيب، أنا أفضل يعني أن نبقيها على شكل مفاجآت، يعني هنا يعني أن نسمع بها من مصادر عسكرية، ستسمعون مفاجآت ممتازة دون أن ندخل في تفاصيل. دعني أضيف رسالة بسيطة. نعم، رسالة بسيطة فقط بجملة. الحوثيين أقول لهم أمامكم، للحوثيين أمامكم الاستسلام، الأسر أو الموت، واختاروا ما تشاؤون. طيب، أعود لضيفي العميد جميل المعمري. هنا الحديث عن أنه قطع الطريق والإمداد من تعز إلى مناطق القتال في الساحل الغربي، لكن صعودا إلى الحديدة هناك بعض الطرق من ذمار ربما من مناطق أخرى شمال تعز، هل طرق الإمداد مقطوعة منها؟ هل يعني يمكن السير في على الساحل بدون أن يكون هناك أي قلق من قصف حوثي؟ باختصار لو سمحت. طبعا طرق الإمداد لم تقطع كاملة حتى الآن. بعد السيطرة على الجراحي سيتم قطع أحد الخطوط أو الشرايين الرئيسية، وهي خط العدين الجراحي، ومن ثم أعتقد أنهم سيكون الطريق بالنسبة لطريق الساحل شبه سهل الانطلاق باتجاه الحديدة، لكن قد يعارض ذلك بعض الهجمات من الاتجاه الشرقي، كون ما زالت المناطق في بيت الفقيه مثلا، الحسينية، المنصورية، ما زالت بيد الحوثيين، وتشكل بعض الخطر على القوات المتقدمة من اتجاه الساحل. لكن بالتزامن مع تقدم القوات من اتجاه زبيد إلى بيت الفقيه إلى تلك المناطق، والتقدم بالاتجاه الآخر من محور الساحل، سيكون العملية بكامل السهولة. لكن خطوط الإمداد ما زالت مستمرة بالنسبة للقوات الحوثيين، سواء من خط معبر باقل أو من خط صنعاء باقل أيضا، وهناك عدة خطوط إمداد ما زالت لم تصل. لكن سيادة العميد، دعني أسأل هنا سؤال استدراكي. أيوة، الخط الرئيسي أكمل لو سمحت. أين الخط الرئيسي القادم من صنعاء؟ ما زال حتى الآن يمد بالعتاد والسلاح. طيب، باتجاه هنا أريد أن أسأل سؤال مهم. يعني لو حتى في هناك بعض الخطوط مفتوحة،
الانهيارات المتتالية هنا بالنسبة للحوثي على جبهة الساحل الغربي، وما يحدث من تقدم مدعوم بدعم عسكري جوي وبحري وهذه العمليات، هل تعطي الحوثي معنوية لإرسال مزيد من الدعم العسكري لتلك المعركة، أم أنه يعني عسكريا هي معركة خاسرة، كل الإمداد الذي سيأتي هو محصلته صفر؟ ما رأيك؟ الآن بعد العمليات والنجاحات المتسارعة في منطقة الساحل، أنا أتمنى من قوات التحالف وقوات الشرعية ألا يعطوا الفرصة لقوات الحوثي باستعادة الأنفاس أو إعادة ترتيب أوضاعهم. استمرار العملية بهذا الزخم وبهذا الشكل المتسارع ومن عدة جبهات سيشتت قوى الحوثي في كل الجبهات، ولن يستطيعوا العمليات الإمداد أن تصل إلى الجبهات مع وجود الطيران والإسناد القوي. إن استمرت العملية بنفس الزخم أنا أنصح قوات التحالف والإخوة في المقاومة، سواء المقاومة الوطنية أو المقاومة التامية أو ألويات العمالقة، ألا تتح الفرصة لاستعادة الأنفاس أو إعادة ترتيب أوضاعهم، لأن دائما الحوثيين طريق الحوثيين في المعارك هي تعتمد على التعزيزات المتتالية، فإن قطعنا هذه العملية عنهم سينهاروا بشكل أسرع. نعم، شكرا جزيلا لضيفي في هذا الحوار. كان معي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد جميل المعمري، والشكر الجزيل أيضا لضيفي من هناك الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي.